السلام عليكم. ودابا الخوص غادي نمروا الجزء الثاني من بعد ما شفتوا الجزء الاول اللي هو كاين في صندوق الوصف. اللي بغى يتبع الجزء الاول كاين في صندوق الوصف، يعني الجزء الاول ده القصة هذا كيفاش تستخدم من الصفر. وهذا في هذا الفيديو هذا يكون الجزء الثاني اللي هو النهائي، الجزء النهائي اللي غتشوفوا التصميم النهائي. خليكم معنا الخوص بتشوفوا النهايه ديال الفيديو كيفاش طلع والنهايه ديال القصة. معكم على يوتيوب كما كتلاحظوا دابا حنا في مرحله ديال التقسيم ديال الايطاجير. شفتوا الطريقه كيفاش قسمت من بعد ما ضربنا هذا البانداس وفينينا مسائل ديال الخدمه وفينينا من فوق. دابا غادي نجوزو هنا كيفاش غادي نعملوا الايطاجير راه غيجيو في الهواء. هذه هي الطريقه الاصعب. خليكم معنا باش تستافدوا ان شاء الله يا ربي. اللي ما عمرو خدم هذا الديكور غيرجع كيخدمو، والناس اللي يعني ما عمرهم شافوا هاد الخدمه هادي يمكن لهم من دابا فوق يبقاو يعملوها في الدار ديالهم المنازل ديالهم الزبناء ديالنا. يعني قاصد شي حاجه طوب، شي حاجه جديده اخر الصيحات الموديلات ديال الاقواس. ثم راح ديال شي التراسوس ديالي فين عندي هاد التراسوس، التراسو الاولي الثاني الثالث. ودابا كنمروا لمرحله وضع الايطاجير. هذه هي المرحله اللي صعيبه، كثير كيسائل منها كيفاش كتدخل من هنا وكتخرج من لهن. هذه الخوز كنحفر لها في الحيط كما شفتوا راشد الحفاري. شوف لي ايطاجير راه كاينه حفاري كندخلها واحد سنتيم ونص ولا جوج سنتيم في الحيط في الحاشيه، وما جي هذا هنا يعني كنلصق لها واحد جوج تويكنات باش كنزلوا عليهم. يعني كنكون ضابط الامور ديالي في الاول، كنكون عامل ميزان يعني ميزان من الحيط ديك الدخله في دخلت دابا بلاكا الباندس اللي دايرين ديك الباندس اللي دايرين، يعني كيكون ميزان مصوب مقاد مقسم الايطاجيرات مقسمه من الاول. ومن بعد الخوص كنبقى ديك سبوينتوس في وسط ديك جوج سنتيم، وهذه يعني كتشد هي في البلاصه فين كاين هذاك الباندس. هذه هي الصعوبه ديال الخوص، يعني هذه يعني خصك تعرف كيف تشدها وتحكمها باش ما عندكش بلاصه فين تفيكسيها ولا تعمل في لاص. يعني عندهم بلايص بلاصه ولا جوج، يعني من تما خصك تحكم القوس كامل. التفصيله هذه انتم تشوفوا دابا من بعد كتقاس قسم المترو نفس الخروج خصو يكون بحال اللي عملتي التقويصه من الجهه هنا خصك من الجهه لين، يعني خصها تكون نفس الطريقه ديال الخدمه. يعني يكون داك الشيء ميزان مضبوط بالخيط كتقاس قادو كتمشي معاه ضريبه ضريبه، يعني نص الخروج من المترو كتخرجو من لين. يكون عندك ميزان وكتأكد وكتجيب فيلاص وكتبداو يعني تفيكسي كما كتشوفو كنفيكسي، يعني كنفيكسيه بلاصة فين كاين هداك الروند الباندا دايرة ديك البلاصة فين كتفيكسها. هانتوما تشوفوني فين غنوضع بوينتو، ركزو معانا الخوص باش تشوفو شتو كيفاش كنعمل بوينتو طويل كيتفيكسا من ديك الطالعة ملين وكندي في وسط بلاكات الإيطاجير وكنطلعو من الجهة هنا ومن الجهة هنا باش كيشد مزيان. ماجي هادي هي الطريقه ديال الفيكساج ديالو باش كيتفيكسا. ملي كنوريكم الديكورات ديال الخدمه وكنوريكم الطريقه باش الانسان كيستافد، يعني جميع الفئات اللي كيتابعونا راهم يستافدوا، نص الناس ديال الجبس راهم يستافدوا، الناس اللي باغي تعمل قص في الدار ديالها راه تستافد كدي فكره اللي اتنفعها. ما كديوش شي حاجه اللي الغاشه ولا اي اللي كيرفضوا يعني الصناعه على حقها وطريقه الخوص، يعني ماشي الصناعه اللي كتعرفوا دوز وزيد فينيسيون الدقة داكشي مضبوط ركاب ميزان مسائل كاملة كتكون خصها مضبوطة. إلا مكانتش مسائل مضبوطة راه مكنخدموهاش. هادي هي الطريقة ديال الخدمة الخص. دابا هادي المراحل خصكم تركزو معايا شويش باش ديرو الفكرة. هنايا كيفاش هنا كنبدا يصحح داك الإيطاجير خصك تصحو فهاد فهاد الضربة هادي، يعني ملي كضرب هاد الريطومبي من هنا ومن هنا كيزيد يصحح داك الريطومبي. وكنعوضو على حساب هذا ومن بعد كنقطعو على حساب الميزان. خصو يكون عندي التراسو ديال الميزان واجدين هاد الأولي هاد الإيطاجير الثاني، هادو كيبانو بحال لي دخلو صفاو مليين وبوهم في الهواء. شتو الطريقة ديال الخدمة ديالهم. هدا هو الريطومبي ديالنا الخوص. هادو شتو هادو زدنالهم واحد الطريفة ديالنا باش كيبانو دخلو في وسط ديك الجنب صفاو الجهة المقابلة.
كنعتمد الفينيسيون، المرحلة ديال الفينيسيون الخوتية هادي كنبدا تبقى عندو فينيو. القوس ديالنا الخص المراحل الأخيرة، دابا حنا في المراحل ديال الفينيسيون. كما قلنا الخص القوس هذا شي حاجة مودرن، شي حاجة جديدة من أحدث الموديلات اللي كاينة ديال الجبس، يعني شي حاجة كتجي رائعة في يعني فقط يعني تقدر تصوبها في أي مكان، يعني انتما كتشوفوا النظرة ديالو آخر ما كاينة في الموديلات ديال الأقواس. شفتوا معنا الطريقة ديال التركيب من البداية يعني. وهذا الإيطاجير الخص كاين اللي يشوفوه هيدا يقول راه ماشي صحيح، هذا تقدر تنزل عليه أي حاجة. هذا الإيطاجير اللي كتشوفوه دايز في الهوا راه تنزل عليه أي حاجة لحقاش راه عاطينا الصح. وعاد ملي نزلت بلاكا زيد شارجيت لها من فوقين، راه بحال شارجيت لها يعني القرص تيسالو هنا بزاد صلادص وزاد صحاحات، يعني راه عاطينا الصح زايد. القوس ديالنا الخص المراحل الأخيرة ديالو في الروتوش، نتمنى تكون نال الإعجاب ديالكم، كتبوا لنا في الكومنتير كيف جاتكم الخدمة. اللي بغى شي حاجة الخص، اللي بغى شي حاجة الخص رقم